السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة مروة نعيم، أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية جامعة كفر الشيخ. أنا النهاردة هجاوب على سؤال بتسأله كتير جدا في التوقيت ده من العام بشأن استكمال الدراسات العليا. طالب كلية التربية بعد ما بيتخرج في الغالب ما بيبقاش فيه شغل على طول، فبيبقى محتار هل أكمل في كلية الأداب ولا أكمل في كلية التربية، وبيطلب النصيحة أو المشورة يعني بشكل كده عشوائي. فإحنا النهاردة عايزين ننظم الأمر ده على أساس علمي وناخد قرار سليم يتناسب مع ظروف كل واحد فينا. تابعونا لحد آخر الفيديو. بداية ما ينفعش حد يقرر لك انت هتدخل او هتستكمل دراسات عليا في كلية ايه، لعدة اسباب. اولا لان الامر بيتعلق بميولك وبظروفك وباهدافك. يبقى قبل ما ادخل او اكمل مرحلة الدراسات العليا احنا عايزين نجاوب على 3 اسئلة. نمرة 1 واهم حاجة، انا هدفي ايه؟ هل انا بستكمل الدراسات العليا علشان خاطر اشغل وقت الفراغ علم من اجل العلم، ولا انا بستكمل الدراسات العليا علشان خاطر خطوة عملية تنفعني مثلا في السي في بتاعتي، عايز اشتغل مدرس ولا عايز اشتغل في حاجة تانية. خاصة يعني انا بوجه الكلام لخريجين قسم اللغات، اللغة الانجليزية اللغة الفرنسية. طيب لو انت هدفك من الدراسات العليا ان انت بتكمل علشان خاطر تشغل وقت الفراغ، او علشان خاطر انت حابب تستمر في فكرة العلم من اجل العلم، فاحنا هنروح لنمرة 2. مش هناخد قرار دلوقتي، هنروح لنمرة 2 ونشوف الميول ايه. طيب لو انت بتكمل علشان خاطر النمو المهني، او ان انت بتحسن السي في بتاعتك علشان خاطر تقدر تشتغل، برضو هتجاوب على سؤال من 2. هل انا هشتغل مدرس ولا هغير المجال، هشتغل مثلا ترانسليتور مثلا او حاجة تانية ليها علاقة باللغة برضو ولكن مش في مجال التدريس. لو انت بتفكر ان انت تنمو اكاديميا، فطبعا هيكون وجهتك كلية الاداب او كلية الالسن. لو انت بتفكر ان انت تشتغل مدرس، فاي مؤهل في الدراسات العليا هتاخده من غير كلية التربية مش هيفيدك بحاجة، لان المفروض ان انت بتبص على السي في بتاعتك انت اخدت ايه كمؤهل تربوي، بدليل ان خريجين الكليات الاخرى الاكاديمية زي الاداب والالسن واللغات والترجمة وغيره، لما بيحبوا يدخلوا مجال التدريس بيضطروا ان هم يجوا هنا ياخدوا مؤهل تربوي. فانت مش هتبقى خريج كلية تربية وتقول انا هكمل دراسات عليا مثلا في كلية الاداب او في كلية اخرى وهشتغل مدرس. لا، لو انت هدفك تشتغل مدرس يبقى هتكمل في دراسات عليا في نفس كليتك في كلية التربية. نيجي للنقطة التانية اللي هي بتاعة الميول. لو انت بتكمل من اجل شغل وقت الفراغ، فطبيعي ان انت هتكون عايز بتعمل حاجة بتحبها، لان الامر بالنسبة لك اصبح زي هواية. فانت بتختار هنا على اساس ميولك ايه. هل انا حابب اكمل في مجال تخصصي، مجال اللغة، حابب قوي تخصص اللينجويستكس بما فيه بقى جرامر فونولوجي غيره، ولا حابب مثلا اكمل ليتريتشر نوفلز دراما وما الى ذلك. لو انت حابب حاجة من الحاجات دي فانت طبعا وجهتك لكلية اكاديمية زي الاداب والالسن. طيب لو انا حابب اكمل برضو في مجالي بس يبقى فيه لمحة تربوية، يبقى انا هكمل applied linguistics في مناهج وطرق تدريس اللغة الانجليزية، ده تبع كلية التربية. طب حابب اغير المجال ده خالص وادرس مثلا psychology او ادرس mental hygiene او ادرس حاجة زي كده وتبقى دراستي باللغة العربية، برضو هتكمل كلية التربية. نلخص الكلام ده علشان ما تتهوش مني. في عندي 4 اختيارات بالنسبة لاستكمال الدراسة، ده طبعا وفقا لميولك. عايز تكمل في اللغة البحتة فرع من الفرعين linguistics او literature، هتروح كلية الاداب. عايز تكمل في اللغة برضو ولكن من منظور تربوي، فهتدخل
Applied Linguistics في قسم مناهج وطرق تدريس كلية التربية، أو هتغير التخصص خالص وهتستكمل دراستك باللغة العربية فهتدخل صحة نفسية أو علم نفس أو إدارة تعليمية، أحد أقسام الكلية الأربعة اللي هما أنت درست موادهم على مدار الأربع سنين. ولكن مش هيبقى في الحالة دي لها علاقة قوي بالتخصص بتاعك. ده بالنسبة للميول، ده طبعا كلية التربية. نيجي بقى للنقطة الثالثة اللي هي أنت لو بتختار على حسب ظروفك، فأنت لازم تشوف أولا العوامل المادية، ثانيا عامل الوقت. طبعا بداية العوامل المادية، خلينا نتفق أن الدراسات العليا مكلفة في أي كلية، فأنت لازم قبل ما تخوض التجربة دي تبقى عارف أن أنت مضطر أن أنت تتحمل أعباء مادية معينة. بالنسبة لعامل الوقت الأمر هيختلف. أنت لما بتقرر أن أنت تكمل في كلية الأداب، فأنت بتدخل في سنة تالتة كطالب عادي جدا، في سنة تالتة كلية بتدرس. في سنة تالتة بيعملوا لك حاجة اسمها مقصة، يعني بيشوفوا ايه المواد اللي انت درستها في كلية تربية ما درستهاش في كلية اداب على اساس ان انت تدرسها. فبتبتدي تاخد، ممكن تاخد مواد من سنة اولى ومن سنة تانية، بس انت مقيد كطالب في الفرقة التالتة، بالاضافة لمعظم مواد الفرقة التالتة. طيب نجحت في سنة تالتة، خلاص انت طالب في سنة تالتة كلية، نجح في سنة تالتة، ينفع توقف؟ لا، ما ينفعش تتوقف وتاخد شهادة في المرحلة دي، لان انت زي ما قلنا بتعامل كطالب عادي. بتدخل سنة رابعة بتدرسها بالكامل زي طالب كلية الاداب كل المواد، سواء كنت خدت شبيه بيها في كلية التربية او ما خدتش. بعد ما تاخد سنة رابعة بتحصل على شهادة اسمها ليسانس الاداب، يعني زيها زي البكالوريوس اللي انت كنت خدته، او الليسانس اللي انت كنت خدته في كلية التربية. دي بيسموها درجة جامعية اولى، يعني انت لحد سنة رابعة انت ما اخدتش دراسات عليا، انت مجرد واحد اخد شهادتين من كليتين. وزي ما قلنا ما ينفعش ان انت تتوقف في نص الطريق وتقول ان انا مثلا هريح لفترة وارجع استأنف، او ان انا خلاص اكتفيت لحد كده، لان في الحالة دي انت ما تاخدش شهادة غير بعد اتمام سنة رابعة. طيب بعد ما بخلص تالتة ورابعة بعمل ايه؟ بتبتدي بقى تدخل في تمهيدي ماجستير، تدرس سنة تمهيدي وبعدين تدرس بعد كده الماجستير. برضو في المراحل دي انت ما بتاخدش شهادات غير لما بتاخد درجة الماجستير وتناقش بقى رسالتك بعد كذا سنة. بالنسبة لمشوار كلية التربية، الموضوع في أفضلية شوية من حيث، أو مرونة شوية من حيث أن كل سنة بشهادة منفصلة. بمعنى أن أنت لو خريج كلية تربية وبتكمل في كلية تربية، فأنت بتدرس أول سنة حاجة اسمها الدبلوم المهني، أيا كان تخصصك المواد في الدبلوم المهني باللغة العربية زي ما اتفقنا بتحدد أنت وجهة معينة. لو أنت حابب تخصصك وعايز تكمل فيه، فانت بتختار تخطيط وتطوير مناهج، لان ده فيما بعد هيبقى له علاقة بتخصصك الدقيق، او بتختار احد اقسام الكلية التانية لو انت حابب تغير مجال التخصص وتدخل بقى في حاجات خاصة بعلم النفس او الصحة النفسية او التربية المقارنة او اصول التربية. بتدرس اول سنة دبلومة مهنية. طيب نفترض ان انا حصلت ظروف وعايزة اتوقف عند الدبلومة المهنية، مفيش مشكلة، لان انت بتاخد شهادة بتقول ان انت حاصل على الدبلومة المهنية وبتقدر تكتب ده في السي في بتاعتك. طب اقدر ارجع تاني؟ مثلا انا توقفت سنة 2-3-10 لظروف عندي وحابب استأنف، مفيش مشكلة خالص، انت بتقدم شهادة الدبلومة المهنية وبتبتدي تدخل في اللي بعد كده، محدش هيجبرك ان انت تعيد ده تاني، يعني كل سنة بشهادة منفصلة. نفس القصة بعد ما تخلص الدبلومة المهنية، بعد كده بتدخل على الدبلوم الخاص، وده هنا يعتبر تمهيدي ماجستير على طول. بمقارنة بكلية الأداب، بحد زميلك دخل كلية الأداب لو هو ماشي بنفس البيس بتاعك، فهو دلوقتي هيبقى في سنة رابعة، لكن انت هتبقى في دبلوم خاص اللي هو تمهيدي ماجستير، فانت كده تعتبر سابقه في المشوار بسنة. فهتدخل الدبلوم الخاص، هتدرس ده اللي هو تمهيدي ماجستير عندنا المفروض، بتدرس بعض المواد باللغة العربية وبعضها بالإنجليزية لو انت محافظ على التخصص وهتكمل في مناهج طرق تدريس اللغة الإنجليزية.
برضو بتاخد شهادة بالدبلوم الخاص، شهادة منفصلة، يعني كده بقى معاك شهادتين، في حين ان زميلك الناحية التانية هيبقى لسه معاه ليسانس. انا ما بقولش ان في افضلية الكلية على كلية، انا بناقش معاك بس علشان تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. بعد كده بعد ما تخلص الدبلوم الخاص بتبتدي تدخل في قيد الماجستير مباشرة، بتدرس 5 مقررات نظرية، وفي أثناء الدراسة ممكن ان انت تبتدي تعد خطة للماجستير. لو ليك زميل في كلية اداب في نفس الرينج ده بتاعك ده، هيبقى هو لسه داخل تمهيدي ماجستير. طيب كده يبقى احنا نقدر نقول ان بالنسبة للمصاريف تقريبا واحدة، التكلفة هنا والتكلفة هنا، طبعا بيبقى فيه مصاريف للدراسات العليا. بالنسبة لعامل الوقت، فانت لو اخترت طريق كلية التربية انت بتوفر سنة تقريبا. نمر التلاتة، بالنسبة ل يعني عدد الشهادات، فانت هنا بتاخد الدبلومات ليها شهادات منفصلة، لكن في كلية الاداب انت هتاخد شهادة الليسانس وبعد كده شهادة الماجستير. في النهاية احب اقول لكم ان القرار بيتوقف زي ما قلنا على 3 حاجات، هدفك وميولك وظروفك، دي تحسمها مع نفسك بعد ما تكون شفت الكلام اللي اتقال في الفيديو ده. اتمنى ان العرض ده يكون يعني مبصر ويكون اضاف حاجة وحسم الجدل والحيرة، وفي النهاية صلي استخارة وان شاء الله ربنا يوفقكم وتستكملوا الدراسات العليا على خير في الطريق الصحيح.